يا من ربما بين سلمان وفهد، ونشوفك من أدهى وعز المسلمين. لسود ما تنجب سوى مثلك أسد، وأكبر لدلة صورتك بين الاثنين، ومكتوب في صدرك لمن يفقه عدد يشرح نسبك وموقعك لو بعد حين. عبد العزيز اللي مثل برق ورعد، ومثل المطر فوق الثرى للهالكين، وراكان سوق معداه والربع سند، لتراك ما زالوا من اسمه هايبين. أما يساوي اثنين تفسيره وعد، إنك معزي ثاني ودنيا ودين.